النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية نقدمها لكم من طقس العرب. نهار اليوم سادة طقس خريفي معتدل، انخفض درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، كان الطقس كما ذكرنا خريفي معتدل لكن مائل للحرارة نوعا ما خلال ساعات الظهيرة والعصر. خلال ساعات الليل يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، حيث سيسود طقس بارد نسبيا في عموم المناطق. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس الخريفي المعتدل متوقع أن يسود خلال الفترة القادمة، غيوم وطباب خلال ساعات الصباح أيضا متوقع خاصة فوق القمم الجبلية العالية، وليالي باردة نسبيا تستدعي لبس ملابس أكثر دفئا. كالعادة صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية في عموم مناطق المملكة، هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية سرعة ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات النهار. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث نلاحظ انخفاضات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع، لكن درجات الحرارة ستكون أكثر برودة أو الإحساس بالبرودة سيكون أكثر خلال ساعات الليل، خاصة وأن ساعات الليل في هذه الفترة تحديداً أطول من ساعات النهار، وبالتالي درجات الحرارة ستكون أبرد خلال ساعات الليل من الأيام الماضية. أيضا سيسود طقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل يستدعي لبس ملابس أكثر دفئا، أما ساعات النهار ستكون درجات الحرارة حوالي مثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 15 درجة مئوية فقط، أي طقس بارد نسبيا يستدعي لبس ملابس أكثر. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 26 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى 15 درجة مئوية، يوم الخميس 26 إلى 15، يوم الجمعة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.